وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من عمان الدكتور أيمن العاني، نائب مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين. مرحبا بك معنا دكتور. أهلا وسهلا. دكتور، ماذا يعني اكتشاف مقابر جديدة بين فترة وأخرى؟ أخي الكريم، المقابر الجماعية مصطلح مرتبط بمسار الميليشيات، لا سيما المرتبطة بإيران والتي ترافقها عناصر من الحرس الثوري الإيراني. نعم. لو تتبعنا مسار هذه الميليشيات لعثرنا مع الأسف الشديد على الكثير من المقابر الجماعية الضخمة التي تضم عشرات يعني رفات عشرات الأشخاص الذين تم إعدامهم رميا بالرصاص ودفنهم في هذه المقابر. هناك تقارير كثيرة حقيقة وردت إلى قسم حقوق الإنسان تتحدث عن هذا الأمر، لا سيما منذ 2014 إلى يعني نهاية العمليات الكبرى التي شنتها القوات الحكومية وحلفاؤها في المحافظات المنكوبة. دكتور أيمن، من المسؤول عن تلك الجرائم ولماذا تتكتم الحكومة عنها؟ الحكومة طرف أساس في هذه الجرائم لأنها تمهد وتنفذ ما يخطط لها. القوات الحكومية رهن للنفوذ والهيمنة الإيرانية، الميليشيات أذرع إيرانية صرفة تعمل جهارا نهارا بأمر القادة الإيرانيين. فهنا لدينا الحقيقة يعني الحكومة في موقف لا تستطيع إلا أن تتكتم على هذا الموضوع، وحتى في الأيام الأخيرة هذه وردتنا الكثير من الشكاوى التي تتحدث عن أهالي مناطق الصقلاوية وهم تحت تهديد السلطات المحلية من عدم إثارة هذا الموضوع في الإعلام، وطبعا التهديد بالاعتقال والإخفاء القسري والقتل لأنهم إذا تحدثوا أو أثاروا هذا الموضوع إعلاميا. ومع ذلك طبعا مع الأسف الشديد الناس يتأملون في أن يجدوا أبنائهم ضمن هذه الجثث، وهو مأساة مركبة الحقيقة، لكن نعم. ينبغي إنهاء هذه المآسي. بالإضافة إلى ذلك دكتور، يعني هذه أرقام الشهداء الذين يعني يعثر عليهم في تلك المقابر الجماعية تعكس في الحقيقة حجم القتل الذي مارسته القوات الحكومية والميليشيات في ذلك الوقت. أخي هذا حقيقة غيظ من فيض، يعني هنالك لدينا إحصاءات في قسم حقوق الإنسان تتحدث عن إخفاء أكثر من 23,000 مدني من المحافظات المنكوبة التي حولتها القوات الحكومية إلى مدن مدمرة وإلى سكان مهجرين أكثر من 23,000. وفي تلك المنطقة، في منطقة الصقلاوية وقرى الصقلاوية حقيقة اللي هي الأزرقية والبفياض والشهداء الثانية والمناطق المحيطة كلها، هذه أكثر من 700 شخص فقدوا في يعني أقل من أسبوع، والأمر هنالك شهود من الناجين أكدوا لقسم حقوق الإنسان أنه تم تصفية المئات من الـ من الـ من الـ الذين تم اختطافهم من قبل الميليشيات ومن قبل معممين لا يتحدثون اللغة العربية بل يتحدثون الفارسية. نعم، أشكرك جزيلا دكتور أيمن العاني، نائب مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من عمان.